صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شابي العزيز، إن من بشائر الخير والتفاؤل أن يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك، لما يرمز إليه من قيم التضحية والوفاء والثبات على الحق. ويطيب لي أن أبارك لجميع المغاربة هذه المناسبات المجيدة وأجدد لهم محبتي وتقديري التي تزيد يوما بعد يوم. فهذه الروابط والمشاعر المتبادلة التي تجمعنا على الدوام تجعلنا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص في السراء والضراء. ومن هنا فالعناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف، فإن ما أعطانا الثقة والأمل هي التدابير والقرارات الحاسمة التي استخذناها منذ ظهور الحالة الأولى لهذا الوباء بالمغرب، وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا لم نتخذها عن طيب خاطر، وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن. أود هنا أن أتوجه بعبارة الشكر والتقدير لمختلف السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار هذا الوباء، وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي من أطر طبية وشبه طبية مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأعوان السلطات المحلية وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغذائية وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء. وإنما يجعلني أعتز وأفتخر هو مستوى الوعي والانضباط والتجاوب الإيجابي الذي أبان عنه المغاربة ومختلف القوى الوطنية خلال هذه الفترة، وقاموا بدورهم بكل جد ومسؤولية، كما أشيد بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون والمواطنات سواء على المستوى الفردي أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي. فقد عشنا مشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي بين الجيران
ومع الأشخاص المسنين والأسر المحتاجة من خلال توزيع المساعدات وتقديم الدعم والإرشادات. كما سجلنا بكل اعتزاز لحظات مؤثرة تجسد روح الوطنية العالية، خاصة خلال عزف النشيد الوطني بالنوافذ المنازل وتبادل التحيات بين رجال الأمن والمواطنين. شابير عزيز، إننا ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية وتأثرت كثيرا مداخل الأسر وميزانية الدولة أيضا. لذا حدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة لقيت حماسا تلقائيا وتضامنا متواصل، وهو ما مكن من تعبئة 33 مليار و700 مليون درهم، وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليار و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد 5 ملايير لصندوق الضمان المركزي في إطار إنعاش الاقتصاد، وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها. ومع ذلك أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها. لذا أدعو لمواصلة التابعة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية ووضع مخطط لنكون مجندين مستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه. شعبي العزيز، إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة إنعكاساته الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظور مستقبلي شامل يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها. وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة، فإنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي، وقد بينها حجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. لذا ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء مقومات الاقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. وفي هذا الإطار نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة، وفي مقدمتها إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
وقد التقينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق بالإضافة إلى مساهمة الدولة لتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية ولضمان شروط نجاح هذه الخطة. ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة. كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. شعبي العزيز، إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها والنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. وقد سبق لي أن دعوت في خطاب العرش سنة 2018 للتأجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي يطبعها التشتت والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، وندعو للشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني. لذا ندعو الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف يجب اعتماد حكامة جيدة تقوم على الحوار الاجتماعي البناء ومبادئ النزاهة والشفافية والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل. شعبي العزيز، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها. وهنا أتوجه لكل القوى الوطنية دون استثناء وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفردية والجماعية للانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير منعطفا حاسما لتعزيز نقاط القوة
التي أظهرها المغاربة وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة واستثمار الفرص التي تتيحها، وبذلك نربط الماضي بالحاضر ونكون خير خلف لخير سلف، مستحضرين بكل إجلال الأرواح الطائرة لرجال المغرب الأبرار في مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما وكل شهداء الوطن الأبرار. وهي مناسبة لنجدد مرة أخرى الإشادة بقواتنا المسلحة الملكية وقواتنا الأمنية بكل مكوناتها لتجندها الدائم بقيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.